الحداكة والاقتصاد أكيد معروفين للمرأة المغربية. هاد الشيء اللي جبت لكم اليوم كيكة سهلة سريعة بجوج بيضات فقط، مقادير سهلة واقتصادية ناجحة 100%، منفوخة وطالعة كيف كتشوفوا معايا. وأنا متأكدة بأن مع هاد السر غتولي معتمدة عندكم. ما عليكم إلا تتابعوا معنا الحلقة حتى الأخير، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة، ونتمنى أنكم تجربوها إن شاء الله بإذن الله. بسم الله على بركة الله. وأول شيء في المقادير غادي نحتاجه واحد البانيولا غادي أولى، واحد البول أولى، واحد زلافة على حسب شنو متوفر عندكم، تكون مسوحة من الماء مزيان. وندوز هذا البيض هكا، دائما البيض كيف سنقول لكم يكون بحرارة المطبخ. فوالا، فوالا كيف كتشوفوا معايا. قبيصة ديال الملحة، حتى الرجلين ديال الباتور يكونوا ممسوحين مزيان من الماء ومنشفين قبل، يعني ماشي غير ممسوحين فقط. نقوم بعملية الخلط هكا، فوالا غادي ناخذ واحد الإناء وغادي نوضع فيه، أو اللي وضعت فيه جوج ديال صفارة البيض، غادي نوضع فيه كاس ديال السنيدة، نقوم بعملية التحريك أو لا عملية الخلط. فوالا، نضيف نصف كأس من الزيت قشور ديال الليمونة أو قشور ديال البرتقالة اللي حكينا، باش يطلق ليا اول شيء اللون والمذاق. غير هي ما تكتروش بزاف، لان وانا هنا كترت وتتبدا تعطي، انا كترت لانه عارفهم صحيين، ولكن كتبدا كتعطي هذيك المرورة، يعني خاصة دابا الليمون كاين جديد، يعني ديرو غير شوية. غادي نضيف كذلك كأس من الحليب واقوم بالخلطين. فوالا، غادي نحيد هاد الرجلين ديال الباتور، وفي هاد الأثناء غادي نقوم
بالعملية الموالية اللي أكيد 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 من بين الأشياء والأسرار. وهنا على فكرة ضفت ملعقة من الخل اللي هي ضرورية البنات. من بين الأسرار ديال نجاح الكيك أنكم ملي تنزلوه بياض البيض ونخلط هنايا بدون ما يتهرس. خلطو غير بشويه، ما تخلطوش هكا لان هي مزربه او مسرعه الفيديو. نضيف جوج باكيات ديال البيكن باودر او خميرة الحلوى ونقوم بعمليات الخلط مرة أخرى. نضيف كأس من الدقيق وكأس آخر من الدقيق، يعني كأسين من الدقيق المغربل مسبقا. يعني نورمالمون بيكن باودر كان هي نضيفها مع الدقيق ملي غربلته. كنخلط غير بشويه دائما في اتجاه واحد فقط. فوالا كيف كتشوفوا معايا، كناخد هذا الاناء ديال الحلوة وغدا نقوم بالدهن ديالو بالزبدة. ومن بعد كعملية موالية غدا نضيف عليه القليل من الدقيق. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا، فوالا كيف كتشوفوا. وكيف شفتوا درناها غير بجوج ديال البيضات فقط. غادي ندخلها الفران تقريبا 180 درجة مدة ديال 40 دقيقة غير هي خليوها تتبرد. فوالا كيف كتشوفوا معايا. غير هو بالنسبة للمول حاولوا انكم ملي تكونوا تصلوه ما تحكوش بجكس نهائيا، وما تحكوش بحاجة اللي حرشة، وما تقربوش ليه البنص باش ما يوليش يلصق ليكم. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا الكيك ديالي. غادي نقطع من بعد ما اكيد ما برد، وكيف قلت لكم ما درتش كثره المقادير، جوج ديال البيضات فقط وفولينا بالغرض. وجدنا احسن كيك يومي اقتصادي سهل مثل المخبزات الكبرى للفطور والكوتي واكيد للضياف والحباب والمناسبات، وحتى الناس اللي تيبغيو يمشيو للخدمه يديو معهم شي حاجه يقرقشوها. فوالا كيف كتشوفوا معايا، هذه هي اولا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا كيف كيجي من الداخل. غزال رائع وفي نفس الوقت لذيذ في المذاق ديالو. بالصحه والراحه وتهلاو في راسكم والى اللقاء. شكرا خاص على المتابعه.